هاي مرحبا، أنا رضوان من ابتسامة، خبير في ابتسامة اللي هي عبارة عن تقنية جديدة لتبييض الأسنان من غير ألم، من غير ما تسوي حساسية، وبنوفر كمان يعني خدمات للمنازل، يعني حتى للعائلات اللي ما بيقدروا يزورونا في فروعنا في أبوظبي، في أبوظبي مول وفي مارينا مول، بنوفر خدمات منزلية، يعني بنبعث خبراء ابتسامة للبيت مشان تحصل ابتسامة كثير 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 حلوة. منتجاتنا كلها عبارة عن مواد طبيعية، يعني خالية من المواد الكيماوية وخالية من البيروكسايد، يعني ما بتسبب أي مضاعفات سلبية للأسنان ولا على اللثة.